السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هتشوفوا الروتين العناية بالبشرة. انا بقالي فترة من ساعة ما رجعت من الساحل تقريبا ما اهتمتش ببشرتي، يعني بستعمل غسول اوكي، ما فيش اي حاجة تانية. بس اليومين دول حسيت ان هي جافة شوية، فقلت لا، لازم ارجع اعمل الحاجات اللي انا كنت بعملها على طول. ان شاء الله كل الحاجات اللي انا مستعملاها النهارده موجودة في البيت، ما تقريبا ما فيش غير الغسول اللي ممكن تجيبيه من بره، حاجات سهلة وبسيطة وهتخلي بشرتك كويسة جدا ونضرة جدا. بس عايزة اقول لكم قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة، تعاون مع قناة سوبر ميرو، قناة متابعها من زمان جدا، وهي انسانة مؤدبة ومحترمة وعلى خلق وما بتزعلش حد، وعايزاكم تروحوا تعملوها لايك وشير للفيديوهات بتاعتها. ومع اني عارفة ومتأكدة ان معظم اللي عندي مشتركين عندها، بس برضو عايزاكم تروحوا تشوفوا القناة بتاعتها وتعالوا احنا برضو نعمل لها ريفيو سريع. هستعمل الستات دي اول حاجه الم بيها شعري، انا بموت فيها والبسها كتير جدا. بعد كده هستعمل مزيل الميك اب اللي عملته معاكم، وهستعمل قطن الميك اب العادي، هشيل الماسكارا والكحل والكريم اللي انا كنت حطاهم، وهنضف بشرتي كويس. وبعدين هدخل على الحمام، هاخد البراش بتاعتي. قلت لكم البراش دي حلوه جدا، هي ميزتها ان هي يعني خشنه شويه على البشره، فبستعملها مره واحده في الاسبوع علشان اعمل بيها تنظيف عميق، انما بتاعت ذا بادي شوب بتبقى ناعمه على البشره شويه. هستعمل المزيل سوري الغسول كلين اند كلير، وريت لكم في اخر المشتريات بتاعتي، هحطه على البراش واغسل بيه بشرتي كويس جدا، كل حته في بشرتي حتى تحت دقني برضو في رقبتي كده. وبعدين هغسل وشي كويس جدا وهنشفه، لازم فوطه الوش تبقى فوطه مخصصه للوش، ملهاش علاقه بالفوطه العاديه. بعد كده هجيب ميه الورد بتاعتي من لاروز وقطنه جديده نظيفه، هحط عليها ميه الورد وامشيها على بشرتي كلها علشان تقفل لي كل المسام بعد الغسول، دي خطوه مهمه. وبكده نظفت بشرتي تماما، وهنعمل سكرابين اتنين ورا بعض دلوقتي، واحد للبشره وواحد للشفايف. اول واحد بتاع البشره هستعمل معلقه جيلاتين، وهستعمل معلقه بن وحبه لبن حليب، يكونوا سخنين يعني عشان الجيلاتين يذوب بسرعه. الجيلاتين علشان بيشيل اي شوايب او رؤوس سوداء، وبيشيل الشعر الصغير اللي في البشره. البن بيفتح جدا واللبن هيرطب، فهسيبهم عقبال ما يذوبوا مع بعض. هعمل سكراب شفايفي، معلقه سكر ومعلقه عسل، كل الحاجات موجوده في اي بيت. ممكن بدل السكر تحطي بدل العسل سوري تحطي معلقه معجون اسنان مع السكر وتقلبيهم. هاخد السكراب ده على فرشه اسنان تكون قديمه عندي، هستعمله واعمل بيه سكراب كده على شفايفي وادلكها كويس، هتلاقيها قشرت وبقت مورده. السكراب بتاعي خلاص الجيلاتين داب، احطه على بشرتي واسيبه نص ساعه كامله يكون نشف تماما. خلال النص ساعه دي هتفرج على تي في وهشرب اي حاجه سخنه. بعد ما اخلص خالص واشرب وانشف بشرتي بعد ما اغسلها، هستعمل كريم سوبرايت للهالات السوداء تحت عيني، وعشان بشرتي تبقى رطبه قوي هاخد شويه من زيت جونسون اللي هو البيبي اويل، احطهم على حته من كريم هيمالايا وادمجهم كويس، بعدين احطهم على بشرتي وهستعمل زبده الكاكاو من لابيلو. بس كده، ده كان الروتين يا بنات. ممكن يكون عملته قبل كده، بس المره دي انا غيرت الماسكات شويه وعملت ماسكات جديده. يا رب يكون الروتين عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. قبل ما امشي واسيبكم، ما تنسوش تروحوا تشتركوا عند قناه ميرو وتسلموا لي عليها وتعرفوا انكم من عندي. سلام عليكم.